ترجع دموعي تضم ونسيها الألم. يا ريت كان الوفا معك وفي وما طلع منك، كان الزمن حزني وقال لي ابعد عنك عنك. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا زماني شو بعمل باللي جواتي، أسرني وحابس أنفاسي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا مثل الأيام قلبك كسر قلبي، مثل الأيام صاب العمالي. ما عم اسمع له دقاته ولا بتعني لي حياته. شو بيسوى قلبي والعالم يا عمري يا عمري، وانت منك جوا. مثل الأيام كنا أنا وإنت، بقلبك محلي وجوا قلبي إنت. وبلحظة وقف الحكي كأنه ملبك مستحيل يرجع ويشوف عيونك. يا رايتني يا رايتني كنت بوقتها اختفي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا زماني شو بعمل باللي جواتي، أسرني وحابس أنفاسي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا تعمل هون بلبنان؟ البنت اللي معك دي بنتك؟ اتركني. ما كنتش اعرف يعني انك اتجوزتي. عارف انك عايشه في لندن لوحدك. البنت دي بنتك ولا مش بنتك؟ قولي. مش بنتي، هي دي بنت خطيبي. انا ما اتجوزت. خطيبك عايزه تتجوزي؟ لا 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 لا. ايه thank you.
ايه جنى؟ بدي اطمن عنك، كيفك وكيف صرت؟ كيف بدي اكون يعني؟ اخ يا جنى اخ، بس قاعد جنب العناية وما بدي اطلع لبرا على الصالون لانه كلهم هنيك. طيب يلا انا واصلة لعندك. انت فيكي شيء؟ صوتك ما منيح. لا لا ما في شيء، يلا واصلة لعندك. طيب اوكي يلا ناطرك. مسافة الطريق بكون عندك. يلا باي. جد كتير بترقصي حلو يا بنت. هيدي مثل كلبي لندن يلي علمتني الرقص، بس انت اهضم منها بكتير. حياتي انت الاهضم شي بالدنيا كلها. بس تعبنا ما هيك؟ ايه. تينا؟ ليه ما عم بتردي على تليفونك؟ ماما؟ شو عم تعملي هون؟ كيف شو عم بعمل هون؟ عم بحكيكي ما عم بتردي علي، وبعرف انه اليوم بتخلصي الشغل بكير. صرت حكيتك مليون مرة، ليه ما قلتي لي إنه عندك شغل؟ إيه وليش لا تحكيني مليون مرة؟ ما فهمت. بدي أقول لك إنه بيك راح وبعده لهلأ ما رجع ومسكر خطه. بدي أشوف إذا أنت بتحكي بركي برد عليك. لا مش رح أحكي، ما بدي أشوف لا إذا برد علي ولا برد عليك ولا برد على حدا، أنا عم بشتغل مع بنت. بليز تركيني ركز، تركيني، تركوني أرتاح بقى. أوكي اشتغلي، بس أعطيني التليفون. مش رح أعطيك التليفون. طيب أي ساعة بتخلصي؟ بنتركم نرجع سوا. ماني راجعة على البيت، فلي إذا بتريدي ماما فلي. تينا دخيلك يا أمي أنا عم بتحسب، حسي معي شوي. أنا عم بتحسب أكتر، يا ريت أنت بتحسي معي كتير. يلا يلا نشاط نشاط، بدنا نرقص. هلا شفت الرقصات اللي أنت رقصتيهم، هلا بدي أعطيك السبس نحن بدنا نطبقهم هون. لا اتصالين بنهار واحد قديشني محظوظ معناتها. رامي التقيت بنبيل، عم يلحقني على الطريق. هي بعده اعنف من مكان. انا هلا بالتاكسي رايحه على المستشفى عند اياد، هو لحقني بالسياره ورا. كيف؟ هو مو على اساس مو عايش بلبنان؟ بلا هيك على اساس، بس يمكن مثاقب بلبنان. سوري عم بحكيك لإلك، بس امه لاياد ماتت وما بدي وجع له راسه بمشاكلي. اياد مشغول، فانت مشان هيك عم تحكي معي. شو وقت هالحكي رامي بليز؟ خلص انت روقي وخليكي قويه، ما تخافي، ما بيقدر يعمل لك شيء. اذا افترضنا وحاول بتروحي بتشتكي عليه فورا. اوكي؟ بعرف بعرف ماني خايفه، بس انا منظره وشكله وصوته وكل شيء فيه بيضايقني. بذكرني بكل شيء بشع قطع معي. طيب خليكي معي على الخط لحتى توصلي على المستشفى. ايه اكيد رح ضلني معك. قلتي لي امه لاياد توفيت صح؟ ايه ماتت الله يرحمها. الله يرحمها. طيب انت كم يوم رح تبقي قاعده بلبنان؟ يعني كم يوم؟ وانا كمان رح اعمل مثلك. بدي اخذ اجازه، لي زمان ما اخذت اجازه. حطيت خبر عند المختبر والجامعه، عم فكر هيك سافر شوي من هون، بقيت لحالي وداخل ايه بغير شكل وهيك مريح اعصابي. معك حق، انت اصلا صار لك زمان ما اخذت فرصه. لوين رح تسافر؟ شو رايك؟ وان اسبريسو بليز. بنزل على بيروت؟ ايه اكيد. انا فكرتك يمكن تروح على دبي لانه كل اصحابك هونيك. يعني في لي كم رفيق بنزل بشوفهم ببيروت، اللي زمان ما شفتهم. والشيء الاهم انه انا بدي اشوف يزن شو وضعه، لانه وضعه مكركب شوي. اخي يزن ما طلعت اوراقه هون بلندن، وهو ما بعرف شو، مو مصدق انت يسافر ويطلع من الجو اللي هو عايش فيه.
فمنه بكون واقف حده وبقدر ساعده، والناحية تانية بكون واقف جنبك شوي. شو؟ شكلك ما كثير تحمستي للفكرة. لا لا أكيد محمسة، بس مساق بهاي الفترة أنا كثير مشغولة هون، يعني موتة أمه لإياد، وبدي أهتم بزينة صغيرة، ومشاكل أهلي بتعرف، ومجيت نبيل، يعني ما رح يكون عندي وقت هيك نقعد سوا. مو مشكلة، خدي راحتك. قليلي ثانك يو. هذا لساته لاحق لهلا؟ بعده ايه؟ لكن خليكي معي لحتى توصلي وتفوتي على المستشفى. بدي اخذها ادفنها بسوريا. ما فينا ندفنها بسوريا. ندفنها هون. وبس تزبط امورنا بناخذها وبندفنها بالضيعه، بارضها وبين اهلها. لا. أنا بدي أدفنها بأرضها وبضيعتها اللي بتحبها هلا. وأنا رح زبط كل شيء ما تاكلوه. وجوزها ما له رأي بالموضوع؟ يعني أبوك ما عنده كلمة؟ ما له رأي بدفن أمها؟ لا أكيد له رأي. أكيد. أنا اليوم بطلع وبحكي معه. لا تخاف يا عمتي. أنا ما رح أقبل إلا يكون كل شيء على أصول مثل ما أمي بتريد وبتحب. انتوا طلعوا هلا على الضيعة وانا المسا بجي ونقعد ونحكي. بس بدي اشوف ستي قبل ما نروح، لازم ودعها. هلا باخذك تشوفها. ونحن ما بدنا نروح نجيب الكفن ومرة تغسلها؟ لا كل شيء موجود هون بالمستشفى، ما انا محتاجة شيء. تعال مشيت. شايف قديش صاير لطيف معنا؟ كأنه عم يراضينا. عم بيراضينا؟ لا عمتي لا تصدقي، أنا بعرفه منيح. هلا بيدفن أمي وبيحمل حاله وبشمع الخيط، ما عاد بنشوفه بحياتنا. إذا بده يروح يروح، هو حر. لا مانو حر. مانو حر يا سيدي. غصب عنه بده يساعدنا. هو عايش بهذا النعيم عم يصرف يمين ويسار، ونحن قاعدين بالذل وبالتعتير، مهجرين ببيوتنا، يا الله ما قالها. خلاص يا محمود. نحن بمستشفى وأمك ميتة جوا. خلصنا. بس نرجع على البيت بنحكي. نيالها يا عمتي. ماتت وارتاحت على القليلة. عمتي؟ آه. أنا خايف إياد يقنع مجد مشان يروح معه على سوريا. ما بدي يروح معه. لا تخاف، أنا ما بخليه يروح. خلاص رامي، هلأ أنزلت من التاكسي وفاتي على المستشفى. ما تعطى الهم. عظيم كثير. طيب وين وصلت على البيت؟ طمنيني عنك شو بيصير معك اول باول، اوكي؟ يلا باي. ستي هي وفات بوعدي وجبت لك ابنك لهون. جبت عمي اياد لحتى تنبسطي. بدي اياكي تسلمي على اختي ريم. ليلى كثير مشتاق لها. لساتني بحبها. تسلمي على أمي. ليلى الحياة ما لها طعمة بدونك. لا بفرح ولا بحزن ولا بشي. إني أنا كتير 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 مشتاق لها. نيالكم أنتوا الثلاثة. نيالكم. رحتوا على مكان أحسن من هون.
أنا بحسدكن، بحسدكن على المكان اللي أنتوا فيه هلا. احنا ما بدنا نودعها؟ بكره بتودعيها، اما ياخذوها على الشام ونودعها وخلصنا. يلا عمتي شرفي خلينا نروح. لا بدنا نستنى مجد، جينا سوا بدنا نروح سوا، ما بدي اتركه مع ايام. العوض بسلامتكم. الله يسلمك. شو وين البنت؟ عند اهلي ما تعطلوا هم. ما لنا عطلانين همها، بس عفوا ما تعرفنا. انت شو اسمك؟ دكتور جنى حرب. أنا صديقته لإياد بلندن. شو؟ نمشي؟ يلا. وين إياد؟ تركته بالممر قدام العناية. بالإذن. إذنك معي. صديقته باينة، صاحبته. شرفي، شرفي عمتي. انشرفت. مشي مشي قدامي، مشي بربي. حبيبي الله يرحمها، صلي لها حتى تكون نفسها بالسما. اكيد لازم نمشي من هون. حاسس رح اختني، بدي روح ناخذ زينه وبعدين بالليل بدي اطلع على الضيعه لحتى احكي مع ابي مشان دفن امي. بدي روح ادفنها بسوريا. طب كيف رح توصل لهونيك؟ لا ما تخافي، بدبر حالي، بلاقي طريقة. المهم هلا نروح ناخذ زينة وناخذها على الأوتيل وبعدين بنحكي ونشوف شو بدنا نعمل. تينا بكره أي ساعة بجي لهون؟ مثل اليوم بعد الظهر. بدي أجي من الصباح بكير، فيني؟ حبيبتي هلا بنشوف. فوتي حياتي غيري تشابك ورجعي لعندي، ايه؟ اوكي. الو. هاي تينا. كيفك؟ انا اياد. ايه عرفت، سجلت رقمك. لهواد بسلامتك. الله يسلمك. زينه عرفت شيء؟ لا لا اكيد ما خبرتها. انا قلت بتخبرها على طريقتك. طيب. أنا رح أمرق آخذ زينة هلا، مسافة الطريق بكون عندك. أصلاً هي هلا فتت تغير تيابها، فبتوصل لعنا بنكون ناطرينك. باي. يا الله ليش هيك عم بصير فينا؟ كل شيء عم بيروح فجأة، الأرض والبيوت والبشر، كل الماضي راح، كل شيء حلو عم بيروح. حتى أمي راحت. الله يرحمها، كلنا على هالطريق. ايه خالي جمال، رح انزل جيب زينة وارجع. رح انزل معك. لا 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 حبيبتي، لا دقيقة وراجع، ما في داعي. Thank you.
حكيت مع مجد هلأ، طالعين لهون كلهم. أبو محمود، بعمل لك فنجان قهوة. زينة؟ هلأ خلصت حمامة وعم تغير تيابة، تكون صارت طالعة. العواد بسلامتك. الله يسلمك. هاي الحياة. تعرفي؟ أول مرة بترك بنتي لحالها هيك حدا غريب بسهولة. وليش تركتها معي مثل أنا غريبة مثل ما أنت عم تقول؟ ما بعرف، يمكن لأني حاسس إنك مالك غريبة أو حاسسني بعرفك من زمان أو حابب أتعرف عليكي من زمان. دادي. بابا حبيبي. أهلاً أهلاً. شو؟ كيف كان الدرس؟ حلو. دادي بليز، فيني أجي من الصبح بكير لهون؟ بدي أجي من الصبح العشية لهون لعندي. شكله مو بس أنا عندي نفس المشاعر، بس بنسأل إذا تينا بتستقبلنا. لا أكيد أنا فاضية. أهلا وسهلا فيكم ساعة ما بدكم بتجوا. أنا كل يوم هون من الساعة 9 بكرة. طيب معناتها بنشوفك هون بكرة الصبح. يلا باي. باي. قولي باي. باي سنسون. حبيبي الله يخليك، عمول مثل ما عم بيقولوا اهلك. دفنوها هلا هون وبس روق الحاله بتنقلوها على بيتها وارضها. انا ما اجيت من لندن لهون مشان اسمع كلام هدول الناس. امي كل حياتها هونيك ببلدها بارضها وببيتها. صحيح علاقتي ما كانت منيحه بامي، بس انا بعرف انه هي تعذبت كثير. تعذبت من وقت ما ولدت لوقت ما تجوزت لوقت ما ماتت. تعذبت لأنه جوزها كان ضعيف، أبي كان ضعيف وماله شخصية بالبيت. عمي اللي مات من كم سنة وعمتي اللي شفتيها بالمستشفى هن اللي كانوا قرروا كل شيء بالبيت. هن اللي ربوا محمود لحتى طلع مثلهم قاسي وانتهازي، وهن اللي غصبوها لأختي إنه تتجوز، وكانوا سبب انتحارها وموتها. كانوا يضربوها، عمي كان يضربها، وكان يحرض أبي إنه يضربها كمان. حتى عمتي كانت تضربها. يا أمك معقول؟ إيه كانوا يضربوها. تروح تقعد ورا البيت وتبكي، وأنا كنت روح لعندها قال لها شو عم تعملي؟ شو عم تعملي؟ روحي اهربي، شو بدك فينا كلنا؟ قالت لي وين بدي اهرب؟
بدي روح. هون أرضي وهون بيتي، هون خلقت وهون ربيت، هون بدي اندفن. ما كان عندها جرأة تعمل شي بنوب، مشان هيك أنا هربت. هربت لأنه ما بدي صير مثلهم. أول مرة بتخبرني هيك شيء. لأنه ما كان بدي أحكي عنه وهي عايشة، لأنه كنت رح أتذكر إنه هي عم تتعذب وأنا بعيد وتاركها. بس هلأ خلص، هي راحت، راحت عند أبوها، عند أمها، وعند بنتها اللي راحت بكير كمان. بس أنا بدي هيك تكون منيح. بخاف يصير لك شيء. إذا صار لك شيء أنا بموت. الدنيا كلها ما بتعني لي من بعدك. زينة ما رح يصير لي شيء، بس أنا لازم أدفن أمي هنيك محل ما بتحب تندفن. على الأقل بكون عملت لها شيء بهالحياة. كتير صعب يكون عندك أم بس ما تكوني حاسة إنه عندك أم. مها، ماما هاد بيك رد علي، رد علي حتى يصرخ ويقول لي إذا بتتصلي فيه ما بتكوني مبسوطة. أخذت حبة منوم ونمت. لا ما إيه بتخليني اوقف. شو بكي قاعده مثل الصنم؟ ساعديني توقف على اجري. انت بدك تساعدي حالك، انت انا ما بقى فيي ساعدك. بس بيك بحب واحد تاني، بحبها كثير. ايه ونحن بنعرف هيدا الشيء، هو مش مكذب علينا. انتو من زمان منفصلين وانت من زمان بتعرف هيدا الشيء. بس انا عم بتعذب والعذاب مش بايدنا. لو الانسان بيقدر يجبر حاله ما يتعذب كنت الدنيا بألف خير. هاي حبيبتي. هاي وسام. شو بكي؟ زعلانة من شيء؟ لا ابدا ما في شيء. بقت لي جانا من شوي وقالت لي انه اياد طلع ضايع عند اهله والبنت معها نايمه. قال حابه نروح انا وياكي نتعشى سوا معها. حابه تتعرف عليكي اكثر. لا معلش روح انت، انا تعبانه كثير. روح انت الليله مالي. ها
حبيبتي بليز تعي معي، ما بدي اتركها لوحدها بالاوتيل، خصوص اليوم متضايقه شوي. وانا كمان متضايقه كثير وسام، خلص نعملها غير مره، لحقين نشوفها لشانها معلش. طب زعلان مني شيء؟ خلص وسام خلص، قلت لك بدي ابقى اليوم هون بالبيت، انا تعبانه كثير، بدي ابقى مع امي كمان المتضايقه اكثر من شنا يمكن، انت فلا عندها بنرجع نعمل قعده مره ثانيه. ماشي، بس ثاني مره ما تعلي صوتك علي. وسام بعتذر ما كان قصدي، بس انا هيدي الفتره مش كثير رايقه معلش افهمني. امي متضايقه كثير وانا لازم ضلني حدا، بعدين بكره عن جد عندي كثير شغل، لازم نام بكير. انت روح وانبسط. حبيبي حبيبي هلا زينة نامت، سألتني كم سؤال عن موت ستها، بس الحمد لله ما تضايقت لأنه ما تنسى هي ما بتعرفها. وسام حكاني كمان قال لي رح يجي يتعشى معي بسويت. ايه شو حلو، ودخلكتينا جاي معه يعني؟ هيك كان على أساس، بس رجعت حكيته قال إما متضايقة وما رح تتركها لحالها. طيب منيح منيح حبيبي، على القليلة ما رح تسهري لحالك، انبسطت كتير أنا هيك. عارف إنك عم تتعذبي، مشان هيك صار لي سنين بقول لك طلقي اتركي وبقى تشوفي. هو مش عم يكذب عليك يا ماما، انت ولك تقبل الواقع، ليش مش عم تقبل الواقع؟ تو بحب مره تانية وبقى يحبك، ليش مش عم تقبلي هيدا الشيء؟ لأني بحبه وبعرف إنه بيحبني، بس هو ما بيعرف إنه بيحبني. مش مزبوط هيدا الحكي، أنت عم تكذبي وصدقك كذبتك. هيدي مش كذبة حبيبتي، هيدي الحقيقة. لو ما بيحبني كان طلقني من زمان، ليه بعده لهلأ ما طلقني؟ لأنه ناطرني أتجوز، لأنه أنت بتعرفي كتير منيح إنه بيي بيفكر مثل الرجال المتخلفين، ناطرني أتجوز لحتى أطلقه. لا لا، هيدي حجة، أنا مأكدة إنه بيحبني ورح يوعى هالحقيقة شي نهار. طب خلص خلص مثل ما بدك، نامي بكره بنحكي. خليكي معي شوي. ماما تليفوني عم بدق بدي رد عليه، يلا بونوي. سري حكيتني كنت عند الماما بالأوضة، عند الماما مش هيك ما لحقته.
شو بك؟ ليش متضايقة وزعلانة؟ مين مزعلك؟ مين قال لك؟ حسيت. شو فكرك يعني إنه أنا مثلا ما بحس فيكي؟ عم اتدخل فيكي وأنا لسه ما بعرفك. لا لا أبدا، بالعكس أنا مش هيك عم فكر. بشو عم تفكري؟ عم فكر إنه بصراحة مش عم فكر بشي، بس وسام قال لي إنه بده يروح على سويت جانا لحتى يتعشى هو وياها، وصراحة ما كتير كان إلي جلادة يعني روح. هي القصة مش ضد حدا، بس لو أنا موجود كنتي إجيتي تعشيتي معنا؟ جاوبيني، لو أنا موجود كنتي إجيتي تعشيتي معنا؟ ما بعرف عن جد ما بعرف. كمان هي ما بتعرفيها؟ طيب اوكي، انا طمنت عليكي. يلا تصبحي على خير. اياد. نعم. ماشي، ناطرتكم بكره الصبح. تصبح على خير. مساء الخير. كيف مساعدك؟ انا كنت جايب ورد لمدام جنى، ممكن رقم الغرفه؟ كبوليسي الاوتيل نحن ما بحق لنا طلعك على الاوضه، بس اذا بتحب في ابعتها مع حدا. لا معلش مش هينفع، اصلا انا جايب لها هديه ذهب من استاذ اياد وهم امنني اسلمها لها في ايديها. طيب خلينا ادق لها على الاوضه اتاكد منها. ماشي. الو بونسوار مدام جنى، معك أميمة من ريسبشن. في عندي شاب هون معه غرض خصوصي لحضرتك من مستر إياد، في مشكلة إذا طلعوا على الغرفة؟ أوكي أوكي ما في مشكلة، بدل الإليفيتر دغري بالوجه على الطابق الأول غرفة 109. شكرا. أهلا وسهلا. اسمعني منيح شو بدي اقول لك. ليك وياد جاي لعنا ولازم تحكي معه. ما عم برد على حدا. نحن وضعنا بالويل. ما عرفانين كيف ناكل ونشرب ونعيش بهالبلد. لازم يساعدنا غصب عنه. انا ما عاد فيني عمتي. ما عاد فيني. كل الشغل على كتافي. والله ما عم بقدر. جاوبني يا بي. ليش ما عم تجاوبني؟ لاني عم بقرا الفاتحة على روح امك. وانت عم بتضايقني. امي ماتت، ماتت امي وارتاحت، نحن المعطرين مو هي. عمتي لا تعذب حالك، لا ابوك رح يحكي ولا عامر. مين بده يحكي عمتي؟ انا ما برد علي. انا يلي بدي احكي لما يوصل لهون. انا يلي بدي حاكيه لاني انا يلي مربيته. لك ماتت وارتاحت، العطرة على البقيان.
يلا يلا جاية. هلو. تعال برا. برا. صعب كمل حياتي.